كيف لي أن أنسى الماضي بما ارتكبته من المحرمات والمعاصي، وأنا الآن نادمة على كل أمر ارتكبته وهو حرام؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. ابن آدم خطأ، والذنب كالحتم اللازم لابن آدم، ولكن الخير من بني آدم من يتوب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل بشر عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي لمن تاب، فالذنوب كلها يغفرها الله لمن تاب، ولو كانت شركا فتاب الإنسان منه فإن الله يغفر. فلا تحمل يا أخي أو لا تحمل يا أختي هم المغفرة، فإن المغفرة من الغفار الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، ولكن ليكن همنا التوبة، أن نتوب إلى ربنا عز وجل. فإذا كنت يا أختي قد أسلفت وأسرفت وأذنبت وأنت الآن تائبة، فقد أقلعت عن تلك الذنوب وندمت على ما وقع وعزمت على عدم الرجوع إليها، وإن كان فيها حق لأناس رددت الحق إليهم أو طلبت العفو منهم إن كان من الحقوق المادية أو المعنوية التي علموا بها، فأبشري بالخير ولا تحملي همه، فإن التوبة تهدم ما كان قبلها، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمذنب إذا تاب من ذنبه صقل من ذلك الذنب كأنه لم يفعله. ولكن اجعلي تذكرك لتلك الذنوب حافزا لك حتى لا تقعي في الذنوب مرة أخرى، ومشجعا لك على الإكثار من الأعمال الصالحة.